وأتى العوبة خطيرة. الله الله، عجمان يبدأ المهمة عن طريق يونس مينا. يونس مينا الكولومبي، يا إلهي على هذا اللاعب المميز الذي سجل في مرمى النصر، وسجل في مرمى اتحاد كلبا، وسجل في مرمى العروبة. الآن هو يونس مينا الكولومبي. الكولومبي يظهر في الأوقات الأولى، التمريرة الساحرة، يا سلام على التمريرة، ضربت الدفاعات، وبعد ذلك الكرة حارس المرمى. حارس المرمى أحمد حمدان يتحمل مسؤولية كبيرة، مرت من القفازين ووصلت إلى الشباك، وأعلن عجمان عن تقدم في البدايات الأولى، في اللحظات الأولى. يونس مينا هو طبعا اللي أعطى الابتسامة لعجمان، لكن أحمد حمدان حارس العروبة، الكرة من القفازين مرات.